فمعنا حاليا سي شكري كشيكشي في اطار هذا الملتقى اللي هو ملتقى ثالث لدفع استثمار محلي بالجنوب الشرقي، وسي شكري يمثل بلديه جربجيم. شكري، كيفاش قراءتك لهذا الملتقى؟ شكرا. بداية حضرنا الملتقى هذا هو مخصص بطبيعة الحال لأعضاء النيابات الخصوصية والإدارة البلدية، وفيها مواكبة لبرنامج الاستثمار البلدي وكيفية إنجاز برنامج الاستثمار البلدي. شهد في عديد من البلديات بعض التأخر في الإنجاز نتاعه، واللي مربوط بالأساس لعدم توفر تمويل ذاتي. عدم توفر التمويل الذاتي عطل بعض المشاريع، خصوصا مشاريع البنية الأساسية اللي تمس مباشرة المواطن. والحق صندوق القروض عقدنا مع جلسات سابقة، تم دعم استثنائي لتوفير تمويل ذاتي للمشاريع البلدية، واشترق المشاريع البلدية تلقت البعض منها معناتها نسبة متقدمة في الدراسات، والآخر في تطور إعلان تربع العروض باش تنطلق المشاريع البلدية حتى نتمكن من في السنة القادمة إن شاء الله في مستوى بلدية تجنيد تتمكن من إعداد برامجها لسنة 2013-2014 مجمعة في مختلف مجالات البنية الأساسية أو المشاريع المشتركة مع وزارات الشباب والرياضة والثقافة. معنا حاليا سي محمد الجامع يمثل نيابة خصوصية ببلدية جربة ميدون. سي محمد، ماذا مثل الملتقى هذا بالنسبة لكم؟ الملتقى هذا في الواقع يعني هو يحط قريب يعطي تقريبا الوضع الحالي اللي تعيشه البلديات، فترة يعني صعبة اللي شافتها العام البلدي، خاصة خلال بعد أثناء الثورة، بعد الثورة منتج عليه من انخفاض الموارد البلديات اللي كان عليه منتج عليه يعني إحداث نوع من الاضطراب في مستوى الاستثمار وإنجاز يعني تطبيق ميزانية التنمية، فهمتي؟ لا، أعطانا وضعية وكذلك أعطانا يعني رؤية للمستقبل كيفاش نخرج من الوضع هذا، وخاصة أن صندوق القروض اللي هو الممول الرئيسي لمشروع الاستثمار البلدي وإنجازه سواء بالمساعدات اللي قدمها والقروض هذا زيادة على الموارد البلدية الذاتية، وكذلك أعطانا فكرة وأن صندوق القروض هو يمكن يعاضد العمل البلدي ليس بالتمويل فقط بل كذلك تقديم خبرة ومساعدات فنية اللي بها الفايدة اللي ربما يفقدوها كثير من البلديات ويخليهم يترددوا في اقتراح بعض المشاريع. هنا حللنا باب كبير بالنسبة خاصة للبلديات الصغرى والبلديات المتوسطة باش ينطلقوا مستقبلا، خاصة يعني إن شاء الله في المستقبل القريب وبعد المصادقة على الحصول اللي واردة في مشروع الدستور الجديد اللي باش يحل آفاق كبيرة ياسر للاستثمار الجهوي عن طريق تطبيق اللامركزية اللي هي الأصل، وهذه هي تبان فيها الديمقراطية الحقيقية، وهذا يعني باش يكون عنده آفاق على التنمية المحلية وبصفة. معنا حاليا سي محمد الزموري اللي هو يمثل النيابه الخصوصيه لبلديه جربه محمد السوق. سي محمد، كيفيه في اطار هذا الملتقى الثالث لدفع الاستثمار المحلي بالجنوب الشرقي كبلديه جربه محمد السوق، ما شو الاستفاده اللي حصلت لكم؟ شكرا سعادة، شكرا جربه سكوب. بالنسبه للملتقى هدايا هو فرصه هائله اللي على الاقل باش نواكبوا نحن المستجدات الجديده في إعداد المشاريع وإعداد المخطط القادم إن شاء الله، وهذا بطبيعة باش تعطينا فرصة كإداريين وكبلدية باش نواكبوا الصندوق ونواكبوا المجهود الكبير اللي قاعد يتعمل باش لحث المشاريع الاستثمارية باش تنجز في وقتها ويستفيد منها المواطن بطبيعة، لأنه ثم نحن الطرف الأساسي في البلدية مع البلدية في التمويل هو صندوق القروض، اللي إن شاء الله معناها نكونوا من الملتقى هذايا خذينا فكرة باش تعاوننا في تحديد الملفات وتحضير الملفات وبالتالي إنجاز المشاريع.